السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، أهلا وسهلا بكم. حلقة جديدة إن شاء الله وجميلة جدا، بتتكلم عن الهمزات والتنوين. ابقوا معنا إن شاء الله هتلاقوا حلقة جميلة جدا جدا جدا. نبدأ إن شاء الله على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، ومن شئت ربي جعلت الحزن سهلا. نبدأ حلقتنا اليوم إن شاء الله، وبنقول إيه؟ طبعا بيت شعر جميل للمعلم. قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا، أرأيت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. هناخد البيت شعر ده رغم أن احنا خدناه في حلقة سابقة، إلا أن هو فيه حاجات تانية عايزين نفسرها. أرأيت، ركز معايا، في هنا ألف في كلمة أرأيت. الألف دي لها معنى تاني خالص. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز إيه؟ أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الألف هنا بمعناها هل يا محمد صلى الله عليه وسلم، أرأيت الذي يكذب بالدين. هل رأيت؟ هنا برضو بنقول ايه؟ أرأيت أشرف أو أجل من الذي، يعني هل شاهدت، رأيت يعني شاهدت، هل شاهدت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ هنبدأ نكتب الجملة دي إن شاء الله. أرأيت، ركز معايا، الكلمة أرأت قدام منك، حاول تقسمها قبل ما تكتبها. أرأيت، 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 أرى، يبقى الألف لوحدها والراء لوحدها. أرى، أي، ألف وياء مع بعضهم، تاء مع بعضه. أرى، لو قسمنا الكلمة بهذا الشكل قبل ما نكتبها هنعرف نكتبها كويس جدا. أرأيت، بسم الله الرحمن الرحيم، أدي الألف، خد بالك الالف هنا ليست من اصل الكلمه، هي زائده، في برضو حروف زائده مختلفه عن الايه، الفاء والكاف والباء والواو واللام. ارايت، رايت، را، اكتب الا ايه دي همزه يا استاذ، ايوه اكتبها على ايه بقى، ركز معايا، ترسم الهمزه على الف اذا كانت مفتوحه وما قبلها مفتوح. ترسم الهمزه على الالف اذا كانت مفتوحه وما قبلها مفتوح. ارى، ان الالف اللي هنرسم عليه الهمزه. ارى، يا واضحه وصريحه جدا. ارى، يبقى الياء هنا على ايه يا حبيب قلبي؟ برافو عليك، على سكون. ليه؟ لان الساكن نطق مع اللي قبله، الحرفين الاثنين دول نطقوا مع بعض. اي، أرأيت، التاء هنا هل هي تاء مفتوحة ولا تاء مربوطة؟ اللي بيحكم ما بيننا حاجتين اتنين، لو احنا فاهمين معنى الكلمة، هل هي الكلمة اسم أو فعل؟ يبقى سهل علينا خالص. إذا كنت عارف إن الكلمة دي الفعل، إذا انتهى بتاء بتكون تاء مبسوطة أو تاء مفتوحة. طب أنا مش عارف إن هي فعل ولا اسم يا أستاذ، أعمل إيه؟ أخلي مكان التاء دي هاء ساكنة، هاء ساكنة أهي، وانطقها. أرأي، تخيل بقى ان هي اصلا لا تصح ولا تجوز. ليه؟ هقول لك ليه؟ اقول لك ليه؟ لان الياء ساكنه لا يجوز وضع حرف ساكن بعدها. شفت بقى؟ الياء ساكنه اهي، يبقى الحرف اللي بعدها لازم يكون تاء مفتوحه. لازم يكون تاء مفتوحه. ها؟ أرأيت. وكمان ما نفعتش تنطق بالهاء. ما ينفعش اقول أرأيها. أرأيها إن أش... ما تنفعش خالص. أرأيت أشرف، 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 كتير خالص يروح يعمل لي مد في أي كلمة كده. لا ركز معايا، شوف بقول إيه؟ أش، يبقى نطق الألف والشين مع بعض. أش، را، فا، أش،
را فا ألف بكل سهولة أهي ألف أش يبقى ألف وإيه؟ وشين ما أقولش آشا لا هنطقهم مع بعض لأنه ما نطقوا مع بعض ينطقوا مع بعض أش أرأيت أش را را الراء نطقت لوحدها حتى يكتبها برضه كمان لوحدها إيه؟ أش را فا 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 هنا الفاء كتبت إيه؟ مش مفتوحة هنا الفاء مفتوحة ولا فاء مد بالألف؟ هنعرف كده هناخد الفاء قبل ما نعمل فيها مد بالالف، قبل ما تعمل المد خد الحرف لوحده كده خارج الايه؟ بعيد عن الدفتر وحط عليه الايه؟ الحركه بتاعته، يعني بيقول لي ايه اشراء فاء، طب ما هي الفاء عليها فتحه اسمها ايه؟ فاء، يبقى ما قلتش يبقى ما فيهاش مد، انما امتى يبقى فيها مد؟ لما اقول ارايت اشرفا اشرفا هنا ما تنفعش كمان فيها الف. ليه يا استاذ؟ عشان الفاء مفتوحه فاء. غير كده أشرفة لو مدينا هنا بالألف بقت بنتكلم عن اتنين محمدا محمدا ماشي كتب كتب اتنين مش واحد كتب ذاكرة اتنين ماشي لعب اتنين أشرفة 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 اتنين مشرفين بس هنا كلمة أشرفة أشرفة ها ليست فعل إنما هي اسم الأشرف ماشي أرأيت أشرفة أو كلمة مكونة من حرفين سهلة جدا 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 أو أرأيت أشرفة أو شوف أو أو نطق الحرفين الاثنين في مقطع واحد أو يبقى الحرف الثاني على طول ساكن أرأيت أشرف أو أجل 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 شوف بص عليك أجل نطق اللام مرتين أجل بص أجل نطق الجيم اللام مرتين أجل لا أجل لا الله أكبر عز وجل أو أجل 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 لا حلو أهي واحدة واحدة والله ممتاز جدا جدا الإملاء سهلة جدا الكلمة عبارة عن حروف متجمعة وراح قايل إيه؟ جل جل يبقى الجيم عليها ايه الجيم جا على فتحه جل دي اسمها ايه اجل جل قال ايه اجل لا نطق اللام كمان مره بس خد بالك اول نطقه في اللام نطقت ساكنه طالما نطق الحرف مرتين وبدأ بحرف ساكن وبدأ نطقه ساكنا يبقى مش لامين اتنين لا تبقى شدة يبقى ده اللام الساكنة الشدة دي معناها حرف اللام الساكن ها والفتحة معناها الحرف التالي اللي قرئ ايه مفتوح أجلا أرأيت أشرف أو أجلا من ميم من نطق الحرفين الاثنين مع بعضهم اهو مركز والله يبارك فيك لو قسمت الكلمه ايه اللي بينطق مع الثاني وكتبتهم تبقى سهله جدا ما تقولش ميم وارجع اقول ايه مينا لا من مع بعض من ارايت اشرف او اجل من الذي ركز في كلمه الذي والذين الذي والذين واللائي واللاتي اسماء موصوله الكلمه دي اسمها اسم موصول ماشي الاسم الموصول الذي هنا من الحروف خد بالك بقى الاسم الموصول ده في حرف ينطق ولا يكتب ينطق ولا يكتب ايوه ينطق ولكن لا يكتب زي التنوين بالظبط ينطق ولا يكتب وزي ايه كمان هنقول حالا دلوقتي الذي
هو بيقول لي الجو اهي عشان اعرفك فين الحرف المنطق ولا الا هنا بقى شوف ها ها يبقى في هنا ايه شده وفتح الا ارايت اشرف او اجل من الا ذال اهي الذال من الحروف اللتويه ذي الذي بس ايه اللي ايه ارايت اشرف او اجل من الذي الاسم الموصول يكتب بهذا الشكل دي اسمها الذي انما ايه الذي نحط هنا نقطتين ليه لان هذه هي ياء وليست الف مقصوره لو شلنا النقطتين دول بقت الف مقصوره ركز كويس الله يبارك لك ارايت اشرف او اجل من الذي ركز بقى في اللي جاي يبني بص اهي يب يبقى الياء والباء يب ني اهي مقطعين اثنين يب ني يب يبقى الياء والباء على طول ادي الياء وادي الباء يب الباء ساكنه ليه ساكنه لان الحرفين الاثنين نطقوا في مقطع صوتي واحد يب ما قلتش يو باء كده مقطعين قلت ايه يب وقفت عند الباء يب ما قلتش باء لا يب ني نون بس نون ايه بقى دي يا استاذ النون دي عامله كده ليه النون دي ليه ممدوده قوي كده ايوه يبني ممدوده بايه يا استاذ دي ها برافو عليك مد بالياء ليه مد بالياء ليه مد بالياء لان الحرف اللي قبل الياء تحتيه كسره والياء ليست عليها فتحه ولا شده اسف ولا فتحه ولا كسره ولا ضمه ها ارايت اشرف او اجل من الذي يبني وينشئ ونتكلم في كلمة ينشئ دي بس قبل ما نتكلم في كلمة ينشئ أحب أوضح لكم حاجة بسيطة خالص إحنا لما بنيجي نتكلم أو نتحدث عن آية قرآنية بنقول بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين وبنقولها بنفس النص اللي في القرآن أما وإذ استسقى موسى في الحلقة السابقة وإذ استسقى موسى لقومه في الآية بتقول لقومه لكن قلت ايه واذ استسقى موسى ربه انا اقصد الباء والهاء هل الهاء تكتب هتكتب بعدها واو ولا ما تكتبش واو وهنتكلم في كلمه استسقى دي في الاخر فانا ما اتكلمتش على كايه قرانيه انا اتكلمت على كلمات في القران ربه استسقى ماشي ونتحدث فيها ان شاء الله قريب نتكلم على كلمه الذي فيها لام تنطق ولا تكتب ماشي زي ايه هذا لا مفيهاش لام دي لا مفيهاش لام ده فيها الف بعد الهاء ها ينطق ولا يكتب هذا هذه هؤلاء اولئك كل دي فيها الف ينطق ولا يكتب الذي الذين اللائي اللاتي خلاص من ذا الذي يبني وينشئ شوف و ين شوف قسم الكلمه قبل ما تكتبها و ين شئ و ين شئ و ادي الواو و و ين يبقى ياء ونون ياء اهي ياء ونون يو اهي ين يبقى النون دائما ساكنها و ين شئ ركز هنا بقى ركز هنا بقى هكتب الهمزه ازاي
هنا الهمزة تكتب على ايه؟ على الياء. ليه بتكتب على الياء؟ على طرف الياء كده. تكتب الهمزة على الياء إذا كان الحرف اللي قبلها مكسور وهي اهي مد بالياء، مد بالياء والحرف اللي قبلها مكسور اهي، لأن من غير همزة أقول ايه؟ ينشي ينشي. أنا قلت ايه؟ ينشئ شئ. هنا الياء ساكنة. ينشئ. أو أشل من الذي يبني وينشئ. ينشئ. طب لما أقول لي كلمة نشأ نشأ، شوف ركز بقى أهو، نشأ نشأ نشأ، شوف قلتها على ثلاث مقاطع، لاحظ كده، نشأ نشأ أهي نشأ، تعالى اكتبها كده، ن. ولما يكون عندك حرف النون او الباء او التاء او الثاء وجي بعد منه سين او شين، بطول الحرف الاولاني كده، بكبره شويه واخليه بعيد شويه اهي، نشاء نا. طيب لما اقول بلاش نشاء عشان دي معروفه خلاص، هي زي ايه بس اللي كده برضه، نشاء هنا الهمزه تكتب على الف ليه؟ لان هي مفتوحه وما قبلها مفتوح. طب هقول كلمه نشأ نشأ اهي، نش نش اهي نشأ. هنا الهمزه تكتب فين؟ لا ما تكتبش على الشين، الهمزه تكتب على الياء وعند الشين تكتب لوحدها كده على السطر كده، مالهاش دعوه. نشأ يبني وينشئ، شوف ينشئ، كتبت الهمزه على ياء لان قبلها مد بالياء، قبلها مد بايه؟ بالياء مكسوره اهو، وكتبت على الف لان هي مفتوحه وما قبلها مفتوح، وكتبت على السطر لان ما قبلها ساكن. نشأ زي دفء. طيب انا هكتب كلمه ايه؟ نشأ، بس لما نكمل كلمتها، يبني وينشئ انفسا انفسا وعقولا انفسا، شفت ان يبقى الف والنون مع بعض، انفسا انفو، ما تقولش ايه؟ ما تقولش انفوس نا، لا ان مع بعض ايه؟ فو سن انفو سن. ها نكتب كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اهو، ا ادي الالف، ا واضحه وصريحه يبقى الف قطع، ا ان يبقى الف ونون، اوعى تكتب لي النون بالشكل ده ليه يا استاذ؟ لان احنا ما خلصناش الكلمه اصلا، النون دي تاتي في نهايه الكلمه، امال بتيجي في بدايه الكلمه شكلها ايه يا استاذ؟ اهي مد ايديها على السطر، ان يبقى النون هنا عليها ايه؟ نطقنا الحرفين الاثنين مع بعض يبقى النون الثانيه ساكنه، الحرف الثاني ساكن، ان ان فو فو فو، ما قالش بقى، ما قالش ايه؟ فو ما مدش خالص، فو يبقى فاء عليها ضمه فقط، ما تستعجلش في المد ارجوك لو سمحت، ان فو ان فو سن سن، ده اخرها النون يا استاذ، ده ممكن تكون نون اصليه او ممكن تكون نون تنوين، برافو عليك، هعرفها ازاي؟ ركز معايا، انفسا هشيل انفسا، اصلها ايه؟ انفس انفس، ماليش دعوه بالنون بقى، انفس، هسكن السين، انفس، ها؟ اذا نطقت بهذا الشكل يبقى هي تنوين اصلا، انفسا انفسا، اسكن الحرف مفتحوه، السين هنا مفتوحه، انفسا السين مفتوحه، لا هخلي السين ساكنه وهحذف النون خالص، انفس، ولدا اصلها ايه؟ ولد، حذفت الدال المفتوحه وخليتها دال ساكنه، ولد، بنتا بنت، شيخا شيخ، رجلا رجل، رجالا رجال، بكل سهوله تقدر تميز الكلمة فيها تنوين ولا ما فيهاش تنوين، بس برضه خد بالك الكلمة التي لا تبدأ بألف ولام ممكن تنون، لأن التنوين أي كلمة فيها ألف ولام في الأول لا تنون، ب
بس الف ولام ايه؟ الف ولام ايه؟ الف وصل وليست الف قطع. يعني ايه يا استاذ؟ لان انا ممكن اقول لك ايه؟ العابا، العاب، العاب. طب ما هي الف ولام ايه يا استاذ؟ برافو عليك، العاب اهي. العابا، الباء اهي منونه. طب ليه يا استاذ اقولها الف ولام؟ اقولها الف ولام بس الالف هنا ايه؟ الف قطع وليس الف وصل. انا بتكلم على الكلمه اللي اولها الف وصل زي دي كده، الف ولام زي دول كده، ها اللي ما فيهاش همزه. لو بدات الكلمه بالف ولام واخرها نون، اوعى تقول النون تنوين محذفه، لا خالص. والكلمه المثنى لا تنون. ولدان، ولدان اهي من غير الف ولام اهي، ولدان بس بتكلم عن اثنين، لا مش تنوين. بنتان اخرها نون، اصليه من اصل الكلمه، لان هذه الالف والنون هما وضعوا للمثنى، لان الكلمه اصلا مثنى. ولد اصلها ولد مفرد، ولدان بزود الف ونون عشان ابين ان الكلمه دي لولد زائد ولد، ولدان. ماشي. انفسا اصلها ايه؟ انفس، انفس. طب يا استاذ انفس ادي السين ساكنه اهي، طب انا مددتها ليه؟ لان هي ما قاليش انفس، هي اللي قال ايه؟ انفسا سا سا، يبقى السين هنا مفتوحه اهي سا. طب هحط التنوين ازاي يا استاذ؟ التنوين الفتحه يبقوا فتحتين اتنين. طب انت عملت مد، انت مديت السين دي ليه يا استاذ؟ ما احنا كده عملنا التنوين اهو، ما عملتهاش سين زي دي ليه بقى؟ هقول لك ما عملتهاش سين زي دي ليه؟ اولا تنوين الفتحه، مراجعة سريعة على تنوين الفتحة، تنوين الفتحة يتصل به ألف مد في نهاية كل كلمة، في نهاية كل كلمة، في نهاية كل كلمة ما عدا، هنتكلم فيها. يعني إيه يتصل به ألف مد؟ يعني في النهاية بحط ألف مد. كده. شايف التنوين فين؟ مش على الألف. التنوين على الإيه؟ على الحرف اللي قبل الألف، يبقى اسمها إيه؟ أنفسًا، أنفسًا. طب يا أستاذ ليه حطيت ألف؟ مش هل كل الكلمات؟ لا، أنا بتكلم في تنوين الفتحة فقط، تنوين الفتحة بس هو اللي بيوضع في آخر الكلمة ألف. ماشي؟ ألف مكان النون، أنفسًا. طب أي كلمة؟ لا مش أي كلمة منونة بالفتحة توضع ألف، أمال الكلمات اللي ما منونة بالفتحة وما تحطش لها ألف، ركز معايا. الكلمة التي تنتهي بتاء مربوطة. ما ينفعش أحط بعدها ألف. لا يجوز. الكلمة التي تنتهي بهمزة قبلها ألف مد لا يجوز وضع الألف بعدها. ليه؟ بقوا هنا ثلاث ألفات. ماشي؟ الكلمة التي تنتهي بهمزة، ركز بقى، بهمزة وقبلها أي حرف غير المد، غير ألف المد. ألف الإيه؟ المد، زي الراء مثلا، أو زي العين، زي الدال. هنا يجوز وضع الإيه؟ الألف أهو. ها؟ تمام؟ ركز معايا وهناخدها برضه، رأي ورأيا وشيء وشيئا حالا دلوقتي، بس لما نكمل أنفسا، ها ها، وعقولا، وعقولا، شوف و عقولا، مد أول لام أهو، لا و عقولا، ما أقولش و عو وعقولا، لا لا خالص، وعقولا اهي، وعقولا اتقسمت اهي، وعقولا اهي، هاخدها برضه نفس التقسيمه دي، و ادي الواو زائد عن الكلمه، ايوه يا استاذ زائد عن الكلمه، برافو عليك، وعقولا، واعي، وعقو، شوف ما اداها لي واضحه خالص زي الشمس. قو، يبقى القاف هنا مد بايه؟ ها؟ القاف هنا مد بايه يا حبيب قلبي؟ برافو عليك. قو، يبقى مد بالواو. ليه؟ لأن الحرف اللي قبل الواو اللي هي القاف ما عليه ضم، وعقو، ومدينا القاف، مدينا حركة طويلة، قو، لن، لن، أيوه لن، أهي يا أستاذ، لام ونون. يا راجل، ليه كده؟ ما هي يا استاذ لن وعقولا غلط،
ليه غلط يا استاذ؟ مش احنا قلنا اي كلمه، اي كلمه اخرها نون ساكنه. نبدا نشوف الاول، هل الكلمه دي فعل؟ مش عارف يا استاذ فعل ولا اسم. طيب شيل النون كده وحط الالف واللام. ها شيل النون خالص في النطق. العقول. تبقى اسم، لان هي قبلت الالف واللام تبقى اسم. طب يا استاذ انا ما اعرفش بالحاجات دي، انا عايز اعرف حاجه اسهل من كده. ركز معايا، الكلمه فيها الف ولام في الاول؟ لا ما فيهاش الف ولام. يعني تقبل التنوين؟ تقبل التنوين. هنحذف النون ونخلي اللام ساكنه. حذفنا النون ونخلي اللام اللي كانت مفتوحه دي عليها سكون. وعقول. يبقى وعقولا اصلها ايه؟ وعقول. ايوه، يبقى هي بالفعل ما فيهاش تنوين يا استاذ، بس فيها حاجه. قال لي وعقولا. لا، اللام هنا مفتوحه ولا مكسوره؟ برافو عليك، مفتوحه، بس قال لي بعد الفتحه نطق النون، بعد اللام المفتوحه نطق النون. لا لن، يبقى لام مد بالالف او لام تنوين. اهو ادي اللام، ادي اللام، وادي الالف اللي هي المد. وعقولا، ممكن نقول وعقولا وممكن نقول عقولا. أرأيت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. دي ثناء، ثناء يعني مدح خفيف على المعلم. إن شاء الله كلكم أمر الله تبقوا معلمين مش متعلمين، إن شاء الله توصلوا لدرجة معلمين، كلكم صغيرا شاء أم كبيرا إن شاء الله. أرأيت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. ركز معايا. الإملاء بتاعتنا قم للمعلم وفيه قم للمعلم وفيه، ما قلتش وفيه عشان تكتبها لي هاء وياء. وفيه، وفيه التبجيل. قم للمعلم وفيه التبجيل. شوف أنا واضح جدا في المادة اهو. كاد، مش كان، كاد المعلم، المعلم أن يكون رسولا، رسولا. دي الإملة بتاعت الحلقة دي، بس لسه في عندنا شوية شغل بسيط جدا جدا. ماشي؟ ركز معايا، أنا بقول إيه؟ شيء. 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 ماشي؟ ركز معايا. شيء. عايز اخليها تنوين بالفتح. ركز معايا. عبء. شيء. عبء. دفء. انت ليه يا استاذ حاطط الهمزه على هنا، الهمزه على الياء، وهنا همزه على الصاد، وهنا همزه على الصاد؟ شيء. ها انتهت بايه؟ انتهت بايه؟ بياء ساكنه. شيء، شيء. يبقى توضع الهمزه على الايه؟ على الياء. عب. توضع الهمزه على الياء، توضع الهمزه على السطر. شيء. عب. عب. دفء. طيب عايزك تبقى هنا، عايز اعمل لدي تنوين بالفتحه ودي تنوين بالفتحة ودي تنوين بالفتحة. ركز معايا، القاعدة بتقول إيه؟ القاعدة بتقول إيه؟ إن كلمة شيء لما أعمل لها تنوين بالفتحة تبقى بالشكل ده. شيء، شيء، شوف الياء. أن، أن، آ. شيء آ. يبقى المفروض يا أستاذ ده الألف مفتوحة. لا لا، إحنا بنخرج عن القاعدة في هذه الإيه الكلمات. شيئا، أن، شيئا. طب وعب؟ عب، عب، أن. ها دف، دف، أن. دول اللي مخرجين على القاعدة في ايه؟ في الهمزة اللي ايه؟ التي تنتهي، أو الهمزة اللي ايه؟ اللي على السطر. بالشكل ده قدرنا نوفي جزء
من اللي ربنا تفضل عليه بينا عشان نوصله لحضراتكم. اتمنى انك لما تيجي تقرا الساكن مع اللي قبله والمد مع الممدود والمتحرك بعده، واتمنى ان انت ما تتوهش على طول وتكتب على طول مد مع اي حرف، واتمنى في الكلمات المنونه ان انت تركز في التنوين، تحذف النون وتسكن الحرف اللي كان هينون اللي قبل النون. انفسان سان سا السين دي بعدها النون، لا خلاها سين ساكن. انفس قبلت ان تنفس؟ قبلت ان تنفس. طب خد بالك بقى من هنا كلمه ايه؟ بن. الباقي النون ساكنه اهو، ها هحذف النون، ها ما فاضلش حاجه، مفيش حرف واحد. والكلمه لا ايه؟ مفيش كلمه من حرف، مفيش كلمه من حرف. في حرف يبقى معناه كلمه، حرف معناه كلمه، ولكن كلمه معناها حرف لا طبعا. ماشي؟ والى لقاء اخر. اي تواصل اي استفسار 010-211-69941 او من خارج البلاد 00-20-10-211-69941. وقبل ما نختم الحلقه بتاعتنا نقول لكم ايه؟ نحبكم في الله، والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.